إذا انخفض واحد وارتفع واحد المحصلة واحدة، بالتالي العداد لا يفترض الفولتية. هذه المسألة يعني اللي فاتت من حد هذا الموضوع. هذا أحد الأخوة المشترك اللي تقدم لنا بشكوى، كان كمية استهلاك شهر 12/2 شهر 1/2013 منطقي. لأن هذا الارتفاع تقدم لنا بشكوى، ذهبنا له لدى تشغيل أحمال المنزل، وجد أن الجزء الأكبر من الحمل لثلاجة من نوع أمريكي قديم وصل حملها إلى 8 أمبير. إذا انخفض واحد وارتفع واحد المحصلة واحدة. إذا نزل فرق الجهد عن 220 فولت يشكل خطورة على الجهاز، وبالسبب أنه نزول الفولتية عن 220 برافقها ارتفاع بشدة التيار المسحوب اللي هو بالأمبير. أما إذا ارتفع فرق الجهد عن 240 فولت فهذا بيأثر على الدوائر الإلكترونية الموجودة في الجهاز، كونها مصممة لتتحمل فرق جهد ما بيزيد عن 240 فولت، مع حد للحماية ممكن يوصل 245 فولت. الآن ما تأثير انخفاض فرق الجهد على قيمة الاستهلاك، وما تأثير انخفاض أو ارتفاع شدة التيار الكهربائي على قيمة الاستهلاك؟ خلينا نأخذ في دراسة انخفاض فرق الجهد على استهلاك الطاقة الكهربائية. الطاقة الكهربائية تحسب من خلال كمية الطاقة المستهلكة، هي عبارة عن فرق الجهد بالفولت ضرب شدة التيار بالأمبير ضرب الزمن لكل ساعة. الجزء الثابت في المعادلة هو فرق الجهد في شدة التيار، وهذا اللي بتحكي فيه شركة الكهرباء إنه هذا الجزء ثابت، إذا انخفض الجهد ترتفع شدة التيار، وإذا انخفض ارتفع فرق الجهد بنزل الأمبير. ولكن المتغير في المعادلة هو الزمن، فما تأثير الزمن على المعادلة وعلى صرف الأجهزة الكهربائية؟ وهذا اللي حنشوفه إحنا من خلال الدراسة، ونشوف الفروقات اللي حتطلع. على سبيل المثال حنأخذ سخان مي بيشتغل على الكهرباء على فرق جهد 220 فولت على تيار بيسحب تيار 15 أمبير وسعة الخزان 80 لتر. استهلاك الطاقة المثالي حيكون على 220 فولت في 15 أمبير وحيكون 3300 واط، يعني قدرة السخان اللازمة لتسخين المي من 80 لغاية 80 درجة خلال ساعة، نحسبها من خلال معادلة 4.2 ضرب سعة الخزان باللتر ضرب فرق درجات درجة الحرارة على 3600. ولما بنعوض القيم 4.2 وهو ثابت ضرب سعة الخزان 80 لتر ضرب فرق الحرارة 80 درجة، لأنه بدنا نرفعها من صفر ولغاية 80، على 3600 بيطلع معانا انه كمية الطاقة اللازمة لتسخين الحرارة للمي في السخان لتمانين تساوي 7.47 كيلو واط. لحساب الزمن اللازم لتسخين المي لدرجة 80 بنقسم 7.47 كيلو واط على 3.3 كيلو واط، وهي اللي هي قدرة السخان في الوضع المثالي، بيعطينا الناتج 2:26 دقيقة. هذا بيعني انه حتى نسخن المي من صفر ولغاية 80 هذا السخان بيحتاج 2:26 دقيقة ليسخن المي. طيب شو اللي ممكن يحدث لسخان المي في حال انخفض فرق الجهد، وشو تأثيره على صرف السخان وعلى الفاتورة في النهاية؟ شدة التيار
3300 واط على 220 فولت 15 أمبير. هذا في الوضع المثالي القياسي اللي حددته الشركة المصنعة للسخان. طيب لو انخفض فرق الجهد من 220 ونزل ل 200 بهالحالة شدة التيار حتكون 3300 واط على 200 فولت، حيعطينا 16 أمبير ونص، يعني حيبلش سخان المي بدل ما كان بيسحب 15 أمبير صار الآن يسحب أمبير زيادة، بدل 15 صار 16 ونص. طيب لو انخفض الفولت على سبيل المثال ل 190 فولت حيكون عندنا الأمبير 17.38، ولو نزل لأي سبب من الأسباب ل 170 حيوصل 19.41 أمبير. يعني المعلومة صحيحة أنه كل ما انخفض فرق الجهد الأمبير عم بيزيد. في حالة سخان المي تستمر شدة التيار بالارتفاع طالما فرق الجهد بينخفض عبين ما توصل لقيمة تحمل القاطع في لوحة التوزيع، واللي عادة بتكون واصل على خط 20 أمبير. لما ينزل القاطع ويفصل عن السخان بيكون هون وصل سحب السخان لعشرين أمبير وبناء عليه فصل القاطع. فإذا كان عندك سخان كهرباء في البيت وفصل من القاطع وما فيه شرط وما في أي مشكلة، هذا بيكون نتيجة إنه السخان سحب أمبير تجاوز 20 أمبير وبناء عليه فصل من اللوحة الرئيسية. وهذا ينطبق مش بس على سخان الكهرباء، بينطبق على باقي الأجهزة الثانية. طبعا هذا في الرسم البياني اللي بوضح العلاقة بين ارتفاع شدة التيار مع انخفاض فرق الجهد، وواضح بحيث انه الفرقية انه كل ما انخفض الفرق الجهد بيرتفع شدة التيار، وهذا اللي بيحكوا فيه جماعة شركة الكهرباء انه اثنين حاصل ضربهم واحد. خلينا نشوف الآن ونتأكد من الحكي اللي بيحكوه جماعة شركة الكهرباء ونشوف هل إنه فعلا بيطلع الرقم واحد ولا بيختلف. في حالة نزل الفولت ل 200 فولت كان قيمة الأمبير 16.5 أمبير، حاصل ضربهم بيعطيني 3300 واط. وفي الحالة الثانية لما نزل الفولت ل 190 فولت كان الأمبير 17.38، حاصل ضربهم 3300. ولما نزل ل 170 فولت كان الامبير 19 امبير فاصلة 41، واعطانا انه كمية الطاقة 3300. يعني جميع النتائج بتعطينا 3300 واط، وهذا اللي بيحكوه جماعة شركة الكهرباء وبيحاولوا اقناع الناس فيه، والناس مش مقتنعة بالموضوع حاد. فما هو السر وشو تفسير ارتفاع قيمة الاستهلاك على الفاتورة؟ لازم نعرف معلومة ضرورية جدا، وانه معد متوسط استهلاك الطاقة اللي مكتوب على بطاقة التعريف الخاص بكل جهاز غير ثابت. فلما بيكون مكتوب على سخان المي 3300 واط، هي بتكون في حال انه كان فرق الجهد 220 فولت وشدة التيار 15 امبير. اما في حال نزل فرق الجهد عن 220 فولت يتم احتساب القدرة الحقيقية من خلال معادلة. متوسط قدرة الجهاز الحقيقية هي قدرة الجهاز القياسية اللي هي 3300 واط حالة سخان المي ضرب فرق الجهد الحقيقي مقسوم على فرق الجهد الافتراضي تربيع. خلينا نطبق الحسبة على الأرقام اللي عنا ونشوف شو رح يطلع معانا بحالة انه انخفض فرق الجهد ل 210 فولت. بتكون قدرة الجهاز الحقيقية 3300 ضرب 210 على 220 تربيع، وبيطلع عنا 3007 واط. يعني قدرة السخان الكهرباء بدل ما كانت 3300 واط انخفضت ل 3007 واط. الآن جماعة شركة الكهرباء بقول لك إنه هذا بيوفر على المشترك بالصرف، وبالتالي هذا
بخفف اللي هي المصاريف وبخفف قيمة الفاتورة. ولكن هل هذا الحكي صحيح؟ الجزء اللي دائما يختصروا من المعادلة هو الزمن، وهذا من أحد الأسباب وعامل رئيسي في حالة انخفاض فرق الجهد. الآن الزمن اللازم لتسخين المي من درجة 0 ولغاية 80 كان عنا في البداية 2:26. في حالة نزل الفولتية ل 210 فولت صفى عنا الزمن اللازم الآن 7.47 على 3.007 كيلو واط، صفى عندي الزمن 2:29. في حال نزل الفولت لغاية 220 من 220 ولغاية 200 فولت تنزل قدرة الجهاز ولغاية 2727 بدل 3300. وبناء عليه بيصير انه الزمن اللازم لتسخين المي في داخل السخان من درجة حرارة 0 ولغاية 80 2:44 بدل ما كان 2:26. في حال نزل الفولت لغاية 180 بيكون قدرة الجهاز نزلت ل 2209 وبيصير الزمن اللازم لتسخين المي 3:23. وعند الحد الفاصل اللي ممكن يفصل عنده الكهرباء عن السخان لما يوصل الفولت 165 فولت، وعندها بتكون نزلت كفاءة سخان المي من 3300 ل 1856 واط، ولحظتها بيكون الزمن اللازم لتسخين المي 4:00. ملخص الجدول السابق، في حال انخفاض فرق الجهد تقل كفاءة السخان ويزيد الزمن اللازم لتسخين الماء، يعني زيادة الوقت تعني زيادة الاستهلاك. حساب الزيادة في قيمة الاستهلاك، وخلينا نشوف قديش رح تطلع معانا في حالة اللي هي الحالات اللي درسناها سابقا. في حالة كان فرق الجهد 210 فولت وكانت القدرة الحقيقية لسخان المي 3007 واط، وكان الزمن المطلوب لتسخين المي 2:29 وزيادة 3 دقائق عن 2:26 اللي هي الوضع الطبيعي. هاي بتعطينا زيادة في الاستهلاك 0.15 كيلو واط، يعني 150 واط زيادة كل ساعة. في حال نزل الفولتية ل 200 فولت صارت القدرة 2727 وصار الزمن اللازم 2:44، يعني زيادة 18 دقيقة لحتى تسخن المي عن الوضع الطبيعي، وهي فيها صرف 820 واط أو 0.82 كيلو واط بالساعة. لما ينزل الفولت 180 فولت بيصير القدرة الحقيقية 2209 والزمن اللازم 3:23، يعني 57 دقيقة زيادة بيشتغل فيها السخان، وهاي بتكلف 2.1 كيلو واط في الساعة. ولو لأي سبب نزل ل 165 اللي هو الحد الأدنى حتنخفض ل 1856 واط، وحيكون عنا الزمن اللازم لتسخين المي بالسخان 4:00 بدل ما كانت 2:26. يعني الفرقية في الوقت 1:33، وهي بتكلف جيبة المواطن 2.88 كيلو واط في الساعة. حساب الزيادة في قيمة الاستهلاك، خلينا نحسبها من ناحية اللي هي استهلاك وقديش حتطلع معانا فرقية في عملية التشغيل. الآن في حالة الاستهلاك المثالي، في حالة انه الفولتية ثابتة على 220 فولت، السخان قدرته 3300 واط، معناته استهلاكه 3.3 كيلو واط ضرب 1 ساعة، بيصرف 3.3 كيلو واط في الساعة. وفي حال تشغيله لمدة 8 ساعات كل يوم بيكون يوميا بيصرف 3.3 ضرب 8 ساعات تشغيل 26.1 كيلو واط ساعة.
تشغيله لمدة 30 يوم بيصرف 26.4 ضرب 30 يوم 792 كيلو واط في الساعة. نعيد الحسبة في حالة انخفاض فرق الجهد إلى 200 فولت، وقلنا أنه بتنخفض كفاءة السخان ل 2727 واط بدل 3300 واط. وخلينا نأخذ حالة أنه ما بتنزل عن ال 200 فولت، هي حالة بالوسط متوسط. بحال نزل الفولت من 220 ل 200 فولت بيرتفع الزمن اللازم لتسخين المي من درجة حرارة صفر ولغاية 80 درجة، وبيصير بدل ما كان ساعتين و16 دقيقة بيصير ساعتين و44 دقيقة، يعني بزيادة 28 دقيقة في كل مرة بيعمل فيها السخان تسخين المي. يعني مدة التشغيل اليومي بدل ما كانت 8 ساعات بتصير 9 ساعات و40 دقيقة كل يوم، يعني بزيادة استهلاك في الساعة 2.7 كيلو واط ضرب 50 ساعة، وهذا بيعطينا 136.35 كيلو واط ساعة في الشهر. يعني لو كل يوم زاد عندي تشغيل السخان ساعة واربعين دقيقة في الشهر في 30 يوم، حيكون عندي زيادة وقت 50 ساعة تشغيل عن المعدل الطبيعي، وهي فرقية الزيادة فقط. إذا كمية الزيادة في الاستهلاك حتكون عندي 2.727 ضرب 50 ساعة اللي هي الزيادة في التشغيل، وحتعطيني 136 كيلو واط زيادة في الفاتورة. ولو حولناها لفلوس، كمية الزيادة في الفاتورة 136.35 كيلو واط ساعة على سعر الشريحة 72 فلس كيلو واط ساعة، وما رحنا للشريحة اللي بعدها، أخذنا الشريحة الثانية، حيكون فرقية تشغيل السخان في الشهر 9 دنانير إضافات تانية. هاي على أساس إذا نزلت فرق الجهد ل 200 فولت بدل ال 220، هاي حتكون النتيجة، وحيكون هذا المبلغ من السخان. الآن زي ما عملنا حسبة على السخان يقاس على بقية الأجهزة الكهربائية التانية، ومنستنتج في النهاية بأنه العامل المفقود في حسابات شركة الكهرباء هو آخر عامل اللي هو الوقت. ادعائهم بأنه ارتفاع أو انخفاض فرق الجهد المحصلة يقابله ارتفاع وانخفاض في شدة التيار، وبالتالي تبقى المحصلة واحدة. نعم، هذا الجزء من المعادلة صحيح، ولكن الجزء الأخير من المعادلة اللي هو الوقت المستهلك والوقت الحقيقي والوقت المقدر، هو هذا الفرق. وهي بالحساب بيّن عندك اللي هو قديش بتفرق معك على مستوى سخان مي تشغيله، الفرق في الزمن خلال الشهر في الاستهلاك، وبالآخر تحويلها إلى مبالغ